حياكم الله من جديد. تعتبر النسخة الثالثة من بطولة جمال الخيل العربية الأصيلة حدثا استثنائيا، حيث أصبحت دولية هذا العام بعد اعتمادها من منظمة الإيكاهاو، وذلك فيما يخص المسابقة الدولية المعنية بجمال الخيل العربية بعد نجاح النسختين السابقتين بدعم من سمو أمير منطقة حائل وتعاون الجهات الحكومية والخاصة. يتوقع أن تبرز هذه البطولة مكانة حائل كوجهة رائدة في عالم الفروسية. للحديث حول مسابقة أو بطولة البطولة الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، نتشرف باستضافة الأستاذ متعب الشمري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيل. حياك الله معنا أستاذ متعب. أهلا وسهلا، سعيدين باستضافتك. شكرا لقبول الدعوة. أنا سعيد باستضافتي عبر قناة روتانا الخليجية، اللي هي طبعا محطة انظار الجميع، تهتم بالشأن الداخلي الرياضي الاجتماعي السياسي، محطة لها في قلوبنا مكان. الله يحييك. خلنا نتكلم يمكن أكثر عن البطولة الدولية، هذه النسخة الثالثة. أي النسخة الدولية، نبغى نعرف النسخة هذه على ماذا تشتمل، وش تستهدف، عدد الخيول اللي مشاركة وفئاتها. خلنا نبدأ لك من البداية. تفضل. طبعا البداية هي بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة، بدأت في عام 2019 برغبة جامحة من صاحب سمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل. الأمير يهدف لمنطقة حائل أول شيء يسوقها، ثانيا وقبل التسويق الخيل العربية موطنها الجزيرة العربية. حائل يمكن لها تاريخ كبير مع الخيل العربية. الملك عبد العزيز طيب الله ثراه يعتبر آخر قادة القرن العشرين اللي وحدوا بلادهم من على صهوات الخيل العربية الأصيلة. فالخيل العربية هي هوية كل سعودي مواطن. اليوم يعني لو أحدثك كم عندك الملاك، أكثر من 19,000 مواطن يمتلك خيل عربية. المملكة العربية السعودية، أنا بعطيك أرقام، هذه الأرقام من مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة، وأشكر الأخوان اللي زودونا بالأرقام. مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في ديراب هو المرجع للخيل العربية في المملكة العربية السعودية، وهو همزة الوصل أو الاتصال الخارجي مع المنظمات الدولية، منها منظمة الإيكاو اللي ذكرتها في البداية. الإنتاج المملكة العربية السعودية سنويا 5,000 مهر، يعني تفوقت على أمريكا. أمريكا تنتج حوالي يمكن 3,000 أو 3,500. المملكة الآن الأولى في إنتاج الخيل العربية، لا غرابة في ذلك لأن المملكة هي منبع الخيل العربية الأصيلة. الأمير عبد العزيز بن سعد الله يحفظه لما طلبني وجلست معه قال أنا عندي رغبة كبيرة بإني أقيم بطولة لجمال الخيل العربية الأصيلة، ف قلت حظ طبعا الامر ولك، واحنا ان شاء الله يستاهل وجه السعادة. يستاهل طبعا، وهو قريب من كل شيء. هو في الاول والاخير يمتلك خيل يعني. نعم. الامير عبد العزيز يعني علاقتي فيه يوم كان نائب امير منطقه حائل، وكان ايضا يسعى للخيل والابل وتسويق منطقه حائل، فلله الحمد اليوم حائل تحتل مكانه كبيره في المملكه العربيه السعوديه، وجهات ايضا دول خليجيه لحائل في مشتى وفي الربيع في الصيف. فبدات البطوله في 2019 في المرابط السعوديه الكبيره، منها الخالدية، عذبة، المرابط الكبيرة، توقفت بسبب جائحة كورونا. استأنفناها العام الماضي النسخة الثانية 23 أكتوبر. السنة هذه بعد الترتيب، بعد نوعية الخيل والكواليتي والكفاءة الموجودة، المكان، الترحاب، وجود الأمير يعني متابعته لهذا، طبعا مركز الملك عبد العزيز رفع الجهات المنظمة الدولية بأن تصبح هذه البطولة دولية، حققت النقاط المطلوبة، فأصبحت السنة هذه هي السنة الأولى تكون في حائل اللي هي بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربي. وش آليات المشاركة؟ آليات المشاركة طبعا تعرف الخيل لها فئات، ومركز الملك عبد العزيز هو المعني. أنت اليوم لما تطلب المشاركة تتقدم لمركز الملك عبد العزيز، وهو يحدد لك نوع الحصان اللي بيشارك أو الفرس أو المهرة أو المهرة. فأكيد إنه الكواليتي أو نوعية الخيل تفرق، فترفع من بطولتك في أي مكان يكون. اليوم لو نبغى نتكلم عن هذه البطولة تحديدا، وخلينا نقارنها بالنسختين، كم عدد اليوم الخيول المشاركة بهذه النسخة مقارنة بالنسخة السابقة؟
النسخة الأولى كانت على ما أعتقد الرقم 170 أو 165. النسخة الثانية العام الماضي قرابة 200، اليوم أكثر 250، رغم أنه في بطولات في المملكة. الآن إحنا وإحنا على الهواء في بطولة قائمة في الرياض في منتجع نوفا للإنتاج محلي، الأسبوع القادم في حائل، اللي بعده بطولة مكة، اللي بعده أيضا في بطولة دولية في المملكة العربية السعودية اللي هي جلوبال تور. فاليوم عندك 14 بطولة في المملكة، رغم الضغط لكن في اشتياق للمشاركة في مثل هذه البطولات والرفع من مكانة الخيل العربية في المملكة العربية السعودية وأيضا مشاركة خارجية. تصنيف المشاركة اليوم عندكم إنتاج محلي قلت لي اللي موجودة لا هي بطولة مفتوحة اللي عندكم هذا اليوم اللي موجودة في الرياض إنتاج محلي. إنتاج محلي كل سعودي منتج حتى لو ما كنت سعودي يعني أنت منتج خيل سعودية في المملكة العربية السعودية تعتبر إنتاج محلي. هذه بطولة لدعم المنتج اللي موجود في المملكة العربية السعودية. تحفيزهم. تحفيز. أما بطولة حائل فهي دولية مفتوحة فيها 7 دول مشاركة. على ما أعتقد اليوم وصلني أيضا في إحصان يمكن مشارك من الأوروغواي. إضافة للولايات المتحدة الأمريكية، البحرين، قطر، إضافة للمرابط الكبرى السعودية. استميحك أن ننتقل لهذا الفاصل القصير ونعود. تفضل. أنا معك. فاصل ونعود. حياكم الله من جديد. حديثنا في هذه الفقرة عن بطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة، وضيفنا هو الأستاذ متعب الشمري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة حائل الدولية لجمال الخيل العربية الأصيلة. يمكن قبل الفاصل أستاذ متعب كنا نتكلم عن جزئيات تتعلق بآلية المشاركة، البطولة وطبيعة البطولة، لكن يمكن يبقى السؤال الأساسي، وش مقومات جمال الخيل العربي الأصيل؟ طبعا الخيل العربية هي أول شيء اسم البطولة جمال خيل عربية. ما في خيل أخرى ما هي عربية فيها جمال، دائما مسابقات للجمال في أوروبا في أمريكا هي خطها عربي أصيل، المقومات الرأس والرقبة، عندك الجسم، الشخصية العربية، خط الظهر، عندك الحركة اللي هي الموفمنت، دائما الحكام عندك لا يقلون عن 7 في الأرينا، كل حكم ينظر للرأس، الرقبة، اتساع العين، الهوية الشخصية العربية. طبعا هذه المميزات سبحان الله ما وجدت في الخيل الأخرى الثانية. مثل إيش يعني؟ وش شخصية الخيل؟ شخصية الخيل العربية يجي فيها الفناس، يجي فيها وسع العين، يجي فيها الحركة، يجي فيها التحمل. سبحان الله فارق الخيل العربية، يعني حتى السباقات اللي التحمل دخلها الخيل العربية الأصيلة، لأن ربي منحها يعني مميزات كثيرة. لذلك الهوية، هوية الإنسان العربي ارتبطت بالخيل العربية، واسم الخيل العربية مأخوذ من الإنسان العربي، فهي الخيل العربية تفرق عن غيرها في يعني تروح لأي دولة في العالم مسابقة جمال الخيل العربية، ما يقول لك والله جمال الخيل الفلانية، ما بيقول أسماء، جمال الخيل العربية، الخيل العربية طلعت من الجزيرة العربية. يعني لو ترجع تاريخ المملكة يعني الدولة الوحيدة في العالم هي المملكة العربية السعودية اللي عندهم خيل من الدولة السعودية الأولى، يعني أسرة آل سعود خيلهم مؤرخة من أكثر من 300 سنة، يعني راحت وانتشرت في العالم، يعني قصص كثيرة، يعني يمكن الوقت ما يتسع أنه يعني حتى الإمام فيصل بن تركي أهدى الباشا في مصر كحيلة فيصل نسبة للإمام فيصل. فهي أغلى ما يملك الإنسان العربي الخيل. اليوم لو تهدي على إنسان خيل عربي ترى يعني ما هو كذي، ممكن تهدي لك سيارة، ممكن تهدي لك شيء، لكن الخيل العربية نادرة، يعني الإنسان يهدي أغلى ما عنده، أغلى ما عنده هي الخيل العربية. على طاري شخصية الخيل، يمكن احنا نشوف الاهتمام اللي صاير اليوم مع الخيل، كثير من مدربين الخيل في الفترة الماضية يحاولون يبرزون صفات الخيل العربية الأصيلة، من بينها يمكن هذا جاب الشيء بالشيء يذكر، يعني جابها الذكر انه اذا كان عندها اليوم خيال او مدرب او سايس وجاء خيل ثاني يجفل ويزعل. صح؟ شوف الخيل الحصان العربي في غير او في شموخ في اصاله، ترى هذه ما توجد بالانواع الثانيه، يمتاز بالذكاء، ترى الحصان العربي يمتاز بالذكاء ويعرف صاحبه. الخيل العربي سبحان الله قلت لك ربي وهبها يعني حاجات كثيره، الذكاء، الوفاء. الخيل العربيه فيها ميزات كثيره كثيره. اليوم الاهتمام حتى في الخيل العربية، يعني المملكة العربية السعودية في ظل دعم مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ودعم سمو سيدي ولي العهد، يعني اليوم عندك أغلى سباق في العالم كأس السعودية. صح. يعني الأمسية أكثر من 35 مليون دولار، كأس السعودية 21 مليون دولار. فاليوم في اهتمام من الدولة رعاها الله في رياضة الفروسية في جميع مجالاتها، إذا جيت القفز، إذا جيت سباق التحمل اللي هو القدرة الأنديورنس، إذا جيت
مسابقات الجمال، مسابقات السرعة. اليوم المملكة العربية السعودية هي رائدة في هذا المجال، ما حد يستغرب الريادة هذه لأنها هي منبع الخيل. المبلغ يحدد لقيمة الخيل بناء على سلالتها ولا لا؟ طبعا انت يعني كل ما زاد كل ما كانت السلالة أنقى، كل ما كان أطيب زادت قيمتها، كل ما كان أصل زادت قيمتها. يعني كل ما كان نقية سلالته كل ما كانت قيمتها. طبعا والمملكة تمتاز في خط اسمه الخط الجزيري اللي هي الخيل سعودية الأصل والمنشأ. هذه لم يخالطها أي خط آخر. في سلالات نقية طبعا، في سلالات نقية اسمها الخيل الجزيرية. خيل جزيرية موجودة في المملكة العربية السعودية فقط، وعلى ما أعتقد ممنوع أيضا تصديرها خارج المملكة إلا أنها تروح تشارك وترجع، لأنها ثروة وطنية ما هي موجودة في أي دولة في العالم. ذلك يقول لك الخيل الجزيرية هي الخيل المؤصلة والخيل اللي لها أكثر من 300 سنة في المملكة. خليني أسألك، يمكن ما أعرف إذا كانت هذه المعلومة يعني متوفرة أستاذ متعب، لكن كم حجم التداول اليوم بسوق الخيل كمبلغ كحجم؟ والله أنا ما أقدر تقديرا يعني ما أقدر أعطيك، أعتقد أنها مئات الملايين. يعني أنت تنظر للخيل السوق، شوف الخيل اليوم أنت فيها المالك وفيها المدرب وفيها السايس وفيها الفارس وفيها أيضا اللي هو طبعا عنده أعلاف الخيل، هذه كلها الخيل تكاليف. الخيل ترى هي ثروة وطنية كبيرة وفاتحة بيوت كثيرة، يعني فيها آلاف الأيدي العاملة من السعوديين وغير السعوديين يعملون في هذا المجال. فالخيل يعني أنا ما أقدر أعطيك قيمة، لكن أعتقد أنها يمكن أكثر من المليار أتوقع. يعني ذكرت يمكن بداية حديثك قبل شوي عن الفئات اللي كنا نتكلم عنها في البطولة، ذكرت الفئات الست، بعدها تدخل تصفيات هذه الفئات. طريقة التصفيات، طريقة التصفيات اليومين الأول اليوم الخميس والجمعة في حائل حيكون تصفيات أولية للفئات، يعني عمر سنة المهار الذكور، عمر سنة المهارات الإناث، بعدها طال عمرك ننتقل للسنتين والثلاث سنوات من الجزئين الذكور والإناث، بعدها تجيك الأعمار من 4 إلى 6 و7 إلى 9 و10 وما فوق. هذه كلها تتنافس على أنها تتأهل لليوم الختامي. يعني مثل بعض البطولات ذكرت لك بالفاصل، بعض البطولات الفئات يأخذوا منها الثلاث الأوائل، يعني اللي جاء أول وثاني وثالث إلى الخامس. هذا ينتقل للمرحلة الختامية اللي هي يوم الختامي يوم السبت أو اليوم الختامي في أي بطولة، يتنافسون على الذهب والفضة والبرونز. يعني يقول لك هذا الحصان والله ذهبي وهذا فضي وهذا برونز، هذه الفرس الذهبية، هذه الفرس أجمل، هذا أعلى سكور أعلى نقاط، هذا أجمل رأس حصل على جائزة أجمل رأس، هذا أجمل حركة. ففيها يعني يعني الأول والثاني والثالث من الفئة، ومن الفئة يقسم أيضا ذهبي فضي. نعم أنت اليوم لما يكون عندك كلاس أو هو شوط مؤهل في 20 رأس فرضا يعني مثلا، أو 25 رأس، أنت تأخذ 3 أوائل، توج الأول والثاني والثالث في مبالغ مالية وتقول له مبروك أنت تأهلت اليوم الختامي فلك الذهب. يقول لك والله أنا أطلع للذهب، حصان يقول لك والله أنا أطلع بعد فضة، زين إذا جاء برونز. ما عندكم نية تزيدون الرابع الخامس السادس؟ والله شوف إذا أنتم ما أعطيتم من يعطي. لا أمير حائل الله يحفظ الأمير عبد العزيز بن سعد يقول حائل ما عاد هي لأهلها. صح صارت عالمية. اليوم احنا نرحب بالجميع وان شاء الله يعني الامير عبد العزيز وهالحائل من كل خير قريبين ممكن ناخذ ال5 الأوائل، وهذا حسب المنظم حسب طبعا، ممكن انت فتحت مجال اليوم ان شاء الله ممكن ناخذ ال5 الأوائل ونحولهم ان شاء الله للذهب والفضة. ترى على فكرة ممكن يجي ثاني ثالث يعني يحصل على نتيجة طيبة في التصفيات طبعا، عادة هم ياخذون الاول من الخلاصات. يعني شكرا جزيلا لك بعالمية حائل، نختم هذه الفقرة. شكرا جزيلا لك استاذ متعب الشمري رئيس اللجنة المنظمة لبطولة حائل الدولية، وانا شاكر لكم الاستضافة وشاكر روتانيا هلا، والدعوة عامة بحضور بطولة حائل اللي راح يكون فيها فعاليات مصاحبة فيها العارضة والسامري فيها استعراض الخيل ومهارات الخيل. والله يحييكم. والجوزين وهلها مرحبين ايضا ما يحتاج. شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا. ختام يا هلا، الى اللقاء.